عودي معكم للمتابعة لليوم السبت 4 أدار 2017. اللبناني فنان مبدع وبيحب الموسيقى اللبنانية العربية والغربية، وهي دايما بقلبه وين ما كان. أغانينا ودبكتنا دايما بتكون زواته وين ما كان بأنحاء العالم، وين ما كان حفلات واستعراضات بتوصل اللحن الشرقي للغرب. ظاهرة بباريس مميزة جدا، لوركست اورينتال دو باري بقيادة مايسترو جابع ضيمي كتابة وتوزيعا، وبقدم الموسيقى الشرقية بطريقة مختلفة جدا. التخت الشرقي مع عازفين لبنانيين وفرنسيين كلاسيكيين، مع انسجام تام والمحافظة على التخت الشرقي بشكل 100%. بين 40 و50 فنان، بين موسيقي رائص ومغني، لوحة فنية راقية بتسعة نيسان بمسرح أو على مسرح لاسيغال بباريس. معنا طبعا الزميلة ندى الحويك من باريس، لبنانية طبعا مقيمة بباريس، وهي كمان ضمن هالمشروع. ندى صباح الخير. صباح النور جوزيف. أنا بقول لك يعطيك ألف عافية، بعرف أنه دايما نشاطاتك كتير بهالمجال هيدا وين ما كان، ونحن بدنا نفهم منك شو بده يصير، شو صاير بباريس بتسعة نيسان، وشو المشروع اللي عاملينه بين اللبنانية والفرنسيين. نشكر اهتمامكم تلفزيون المستقبل، وصباح الخير لبنان. نحن لبنان وين ما نروح، لبنان بقلبنا. مثل ما قلت انه اغانينا ودبكتنا هي زوادة المغترب، فعلا كل ما بيجتمعوا مغتربين لبنانيه بحيالة مطرح تحضر الغنيه وبتركب الدبكه. صحيح. نحن فرقه باداره جابع ضيمي، بنغني من زمان مجموعين مع بعضنا، بنقدم حفلات من حوالي 20 سنه يعني. غنينا بالأولمبيا وقدمنا حفلات على مسارح باريزيين، ودايما بنقدم التراث الشرقي والفولكلور اللبناني للغرب، كلهم بحبوه وبيطلبوا أكثر وأكثر وأكثر. لهالشغلة جابع ضيمي ألف الأوركستر أورينتال دو باريس، وخطرت له فكرة أحسن ما نضل نحن نقدم لهم، ليش ما هن بيشتركوا معنا؟ فكتب ووزع بطريقة انه العازفين الفرنسيين الكلاسيكيين يقدروا يعزفوا معه مع الشرقيين، وتطلع النتيجة موسيقى شرقية بطابع جديد ومع احترام تام للتخت الشرقي والغنية واللحن الاساسي. نعم، الكلام لبناني، الكلام رح بيكون لبناني، الكلام كله لبناني. نعم، عربي كله. نعم. كله عربي. نعم. أغاني عربية، والكونسير رح يكون كله من الفولكلور اللبناني وفولكلور عربي مصري، والعازفين اللبنانيين وفرنسيين، أوركستر كتير كبيرة، والنتيجة عم تطلع رائعة. يعني هي الفرقة مثل ما قلت مؤلفة من 40 ل 50 فنان، من بين عازف ومغني ورائس، والرقصة هي الدبكة. فمنقدم هالحفل بتسعة نيسان بمسرح لاسيغال ضمن برنامج اسمه عالم الفن. نعم. الساعة 9:30 هو هيدا بتوقيت باريس، يعني هيدا الاحتفال الكونسير، يعني 9:30 بتوقيت بيروت. نعم. واللي بحب يعرف اكثر عن هالكونسير او عن هالاوركستر، في عندنا صفحه فيسبوك اوركستر اورينتال دو باري. الاوركستر اورينتال دو باري هو صفحه فيسبوك. نعم نعم. انا بدي اقول سوري، بتسعة نيسان بكون تاخرنا ساعه، يعني بصير توقيتنا هو ذاته بتصور، يعني 8:30 بتوقيتكم وتوقيتنا. نعم. لا، نحن كمان بنقدم ساعة. انتو كمان بتأخروا. اوكي. نحن بنأخر ساعة. نعم. ضيعنا. نعم. اوكي ندى، ندى انا بدي ادعي كل حدا مارق بباريس طبعا يشارككم هالاحتفال الرائع، وهالدمج بين الموسيقى الشرقية والتخت الشرقي والعازفين الفرنسيين بأناملهم كمان الفنية. احنا بنوجه لهم تحية كثير كبيرة لمشاركتهم، وتحية كبيرة لجابع ضيمي، ولك ندى انت كمان من المشاركين رح تغني بالكورال. ايه نعم، رح غني بالكورال، وإلي الشرف اشتغل بقدم الفن اللبناني والتراث اللبناني بالغرب. ثانك يو ندى، لقلك تنبيه. هالعمل يعجبكم، واكيد رح نبعث لكم من بعد هالعمل، رح نبعث لكم مشاهد منه تشوفوا شو هو. اكيد اكيد، بلاجر. ثانك يو لقلك ندى، وبالتوفيق لكل فريق العمل لكل الفرقه الموسيقيه الاوركستر اورينتال دو باري بتسعة نيسان باللاسيغال على 8:30 المساء. بتمنى لكل المشاركه والتشجيع، وخاصة العرب اللي مرين بباريس.
بنكمل نحن وياكم مع ضيفتي ببداية عالم الصباح، المرأة والغد في لبنان افنير ليبون، وغدا لبنان هي الجمعية اللي عم تنظم برئيستها المحامية باتريسيا ليسميدا ندوة تحت عنوان المرأة والغد بلبنان برعاية معالي وزير الدولة لشؤون المرأة السيد جان غاسيبيان وسعادة نائب المحامين ببيروت الأستاذ أنطونيو الهاشم ومشاركة معالي الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة أمينة عام التحالف. و بعد ظهر 3/7/2017 الساعة 2 ببيت المحامي العدلية بيروت. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي باتريسيا ليسميدا، أستاذي باتريسيا ليسميدا رئيسة جمعية غدا لبنان. شكرا لاستضافتي، شكرا للفيوتشر، شكرا لك جوزيف. يعني عم تكون، أهلا وسهلا، عم تكون هجمة حضارية غير شكل لكل الجمعيات، جمعيات المرأة اللي بتعنى بشؤون المرأة، والهيئة أنه في نتائج إيجابية. نحن طبعا عم نتعاون كل يوم خميس مع دكتور دوغان وعم تكون معنا وعم تخبرنا يعني تحت مظلتها أكثر من 150 جمعية عم يشتغلوا للكوتا النسائية، وإن شاء الله الخير لقدام. وحضرتك هلأ كمان مشروعك مشروع للمرأة، خبرينا شو رح بصير وكيف بلشتي يعني لا فكرة المؤتمر وفكرة جمعية غدا لبنان. جمعية غدا لبنان تأسست من 2013. نعم. هي منتدى فكري لتعزيز الديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة وحقوق الطفل بلبنان. نعم. لكن من 2013 نحن عم نعمل على عم نشتغل على حقوق المرأة بلبنان لأنه ورشة مهمة، وكان لنا الشرف بأول منتدى كنا عملناه حضرناه ببيت المحامي ب 2013 إنه وزير العدل آنذاك أطلق من منبر أفنير ليبان انه رح يشتغل على مشروع قانون للزواج المدني، وكانت مبادره اولى بلبنان وعمل فيها. انا تلاقيت فيه البارحه وقال لي انه 13 حاله كانت يعني عمل فيها بهالقانون الجديد، لكن للاسف الحكومه اللي اجت من بعدها وقفت العمل بهالقانون. لانه انتم بفكركم انه الزواج المدني هو بيعطي حق اكبر للمراه من الزواج؟ لا، مش هذا اختياري، نحن عم نحكي موضوع اخر، بس انه لازم يكون في قانون مدني. نعم. للزواج المدني الاختياري. ليه؟ لأنه اليوم الأشخاص يلي من طوائف مختلفة عم بيروحوا للخارج يتجوزوا مدنيا ويرجعوا على لبنان، ونهار في طلاق القاضي اللبناني عم بيجبر يطبق القانون المدني تبع الدولة يلي تزوجوا هني فيها بلبنان، انه نحن واقع على الارض انه عم بيطبق قانون مدني لكن منه لبناني، خارجي، خلي يطبق قانون مدني لبناني وبيمشي الحال سياحيا كمان هون. ابدا، كلهم بصيروا يجوا لعنا مثل ما عم على قبرص وعلى تركيا وعلى اوكي. صحيح انه بس ماشي هذا واقع على الارض، يعني عم بيصير بقى، خلينا ناخده، خلي يكون قانون محلي. هذا من المشاريع اللي انطلقت من منبر غدا لبنان. نعم. ولكن في مؤتمر حتى ما ناخذ كثير من وقتنا. إيه؟ نخبر شو رح بصير. إيه؟ طبعا ب7 اذار، نهار الثلاثاء هي 8 اذار يوم المراه العالمي. صحيح. نعم. ونحن بهالمناسبه بنهار الثلاثاء 7 اذار الساعه 2 داعين الجميع سيدات ورجال، انتم مدعوين على هالندوه لانه رح تحكي عن كل امور المراه بلبنان. نعم. عم نحكي عن اتفاقيه الدول لحقوق المراه لانه كلهم اليوم بيحكوا حقوق المراه، لكن ما حدا عم بيرجع على القاعده. القاعده شو هي؟ هي السداو، يعني الاتفاقيه الدوليه لحقوق المرأة. بدنا نحكي كمان رح بيكون في برعاية الوزير جان أوغاسابيان، رح بيكون في الوزيرة وفاء الضيقة يلي هي أمينة عام التحالف الوطني لدعم مشاركة المرأة السياسية في لبنان. نعم. رح تحكينا عن كوتا النسائية، رح بيكون في كمان سيد الأستاذة لارا بستاني كرم، رح بيكون في القاضي جون أزي يلي هو أخذ القرارات الشجاعة بحق المرأة بلبنان. كذلك رح منكرم ثلاث مبادرات، مبادرة الجمعية جمعية أبعاد يلي اشتغلت على إلغاء القانون 522 اللي هو بنص على أنه المغتصب إذا تزوج ضحيته يعفى من العقاب، وهيدا شيء غير يعني شيء كتير، بس اشتغلت عليه جمعية غدا لبنان، باردون، جمعية أبعاد، وعم بيطير بعد في شوية مقاومة، حطوا أنه بس لعمر الـ15، أنه يعني إذا من الـ15 اغتصبها وزوجها معليه. أنا بعطي بس مثل أنه بتونس هيك صار، زوجوها للبنت المغتصب تبعها وانتحرت بعد 3 أشهر، من بعدها تم إلغاء هالقانون. إن شاء الله بلبنان ما ننجبر ننطر لحتى انتحار وموت سيدة فتاة يعني
تيلغوك تماما. أكيد. بعد ذلك عندنا كمان جائزة للقاضي جون أزي لشجاع القرارات الشجاعة اللي أخذها على الأرض. مثل السريع هيك عطى يعني تقلك كانوا وقت اللي بتاخد سجل عدلي بحطوا لا حكم عليه. نعم. وكانت سيدة بعتها وقال لهم هيدا ما بيطابق التوصف تبع الشخص اللي امامي. بقى كان توفير لما بيطبعوا نفس الورقة. صحيح. بقى انه صار من هلا ورايح هو كان قدام على صار انه لا حكم عليها. هيدا ماشي مثل صغير بكره بنحكي عن المثل الكبير. بس ياخذينا بالفرنساوي لان بتعرفي انت ترازيام بيرسون بالفرنسي بس تحكي عن تياس تحكي ايه بس نحن بلبنان. وبعد ذلك كمان مكافأة لمبادرة شخصية لاثنين سيدات كانوا أساتذة بالجامعة أخذوا تقاعدهم بمصاري هالتقاعد اشتروا منزل عم بيقوا فيه السيدات المعنفات. وهيدي مبادرة شخصية كتير بحب شجعها وقول للكل إنه كل واحد كل شخص بيقدر يساعد يعني على صعيده الشخصي. يعني المطالبة عم تكون بالقصص المينيمال بتقول. صحيح. يعني أقل شيء ممكن عم يطالب ولكن الحمد لله إنه في كتير أمور عم تتحقق وعم يمشي حالها. ونحن كمان بيختتم الدعوة الندوة الوزير جان أوغاسابيون. نعم. ونحن آملين أن الله راد أنه بركي يعطي شيء مبادرة قوية للمرأة نهارتها. نعم. بتصور هلأ جوابك على سؤال اللي رح أطرحه عليك رح بيكون مطولا وتفش خلقك. شو برأيك وضع المرأة اليوم بلبنان؟ وضع على كل عم نحكي اجتماعيا عم نحكي سياسيا عم نحكي باخذ المناصب يعني كلها كان بالدوله او غير الدوله. اليوم الوضع مزري بدي اقول لك ليه لانه نحن بالعالم كله امبارح كانت سفيره الاتحاد الاوروبي عم بتقول انه لبنان بالموقع باخر 10 مواقع عالميا على 193 دوله. نعم. باوضاع المراه وبوصولها على صده القرار. نحن عم تحكي سياسيا عم نحكي ايه بس بالعالم كله. نعم. انه المرأة وصولها على مواقع القرار نحن بالموقع يعني بعشر اخر دول على 193 بالعالم. هل هذا ممكن يعني؟ نحن ليش اليوم عم نطالب انه كمان المرأة يكون عندها كوتا بالبرلمان اللبناني 30% عم نطلب على الاقل لانه هال 30% بتسمح تشكل كتلة تقدر تصنع القرار. نعم. تقدر تغير الامور على الارض. واليوم عم بقول السيدات محبطة. السيدة محبطة اليوم بلبنان ليه؟ ما عندها مثل اعلى. وقت بصير عندها سيدات بقوة يعني 30 سيدة بالبرلمان عم بيمثلوها هيدا مثل أعلى بيعطيها من نفسها بيعطيها أمل بالمستقبل إنه لا أنا بقدر أعمل أكثر ما إنه كون سيدة منزل وبروح على الشغل وبرجع أنا كمان إيد بإيد مع الرجل عم بقدر أخذ قرار عم بقدر صحح الأمور بلبنان. نحن اليوم عندنا زبالة منتشرة على الطرقات ما في كهرباء ما في مي هل هيدا كله البيئة بخطر إنه اليوم في مشاريع بتحول هالزبالة لطاقة لكهرباء نحن مانا بحاجة لهالأشياء. نحن عندنا سيدات قادرات بالقضاء نحن أكثر من 50% سيدات عم بيقرروا بمصير الإنسان عم بمصير الشخص. نعم. عم بيقرروا بأمواله بحياته إنه هالسيدات ما أنهم قادرين كمان يشرعوا لحتى يقدموا بلدنا. ما قلت لك هالسؤال ما رح أحكي بعد من بعده. لا بس إنه حقيقة اليوم ليش عم بتهمشوا المرأة؟ نعم. عندها قدرات هي مع الرجل يمكن بيصير عندنا نظرة مختلفة لهالوطن ونوصل لقرارات أحسن. بعدين المرأة ما فيك تتفعلها ما فيك ترشيها يعني بصير انت برايك يعني برايك انت الفساد رجل عرضه للفساد مش اكثر رايي المرأة. هيدي الدراسات العالميه بتقول انه بوجود المراه بصده الحكم بيقل الفساد مع احترامنا للموجودين اكيد. لا ما قلت انا عم بقول هيدي الدراسات العالميه الرجل بيروح للفساد اكثر مش هيك لانه صار له زمان اكثر بصده الحكم صار يعرف الزواري. نعم. اكيد. وبعدين المراه صعبه تنشرها يعني بتحسها اهانه لشخصها انه حدا يشتريها. نعم. كنت امبارح مع كمان احد الوزراء اللي قال لي انه وقت اللي حط سيدات عنده بالوزارات حس انه صار في رشوه وفساد اقل وصاروا ماشيين يعني حتى كل الموظفين ماشيين ما بقى عم بيصير في اشياء بالعكس. طبعا بتاخذ هالكلام بعين الاعتبار مطرح ما عم تقدموا نحن الحقيقه كمان كفتنا بهالتحالف اللي عم تحكيه معك استاذه دوغان هو الهيئه الوطنيه لشؤون المراه. نعم. يلي حضنت هالتحالف يلي فيه اكثر من 150 جمعية
حماية نعم. نسائية، وعم نطالب بها عنا هالمطالبة الوحيدة، ورحنا فيها شفنا رئيس الوزراء السيد حريري معالي يعني دولة الرئيس باردون نعم. الحريري يلي نعم. هو كتير داعم للمرأة وقال ما بنزل بانتخابات ما يكون فيها كوتا نسائية نعم. وكمان رحنا شفنا الرئيس بري يلي كمان كان داعم، كمان كان بده 33% بالبرلمان، ونحن يعني بوجود هالرئيسين ويا يلي سندين المرأة لمين معارض إذا الكل موافق؟ نحن هلأ بدنا بصدد نروح نزور كمان كل بقية الأحزاب السياسية بلبنان نعم. تنشوف إذا كمان بيساندوا مين معارض؟ رح نشوف انه ببقى بخبرك بعدين بترجع بتكون عندنا يعني في اثنين من يعني نحن اليوم دولة الرئيس ودولة الرئيس يعني دولة الرئيس ودولة الرئيس اثنيناتهم كثير مساندين ونحن ناطرين البقيه كمان طيب المساعي جدية في يعني في ايجابيات في ايجابيات وجود ديجا دولة الرئيس عم بقول ما بنزل بي مش عم بحكي بس بوضع الكوتا انا يعني عم بوضع المرأة نعم اليوم في صار عندنا انت بتعرف انه افنيان ليمون من 2013 عم نطالب بوجود وزارة شؤون المرأة واليوم بوجودها يعني كتير شيء قوي للمرأة لأنه هي عم تقدر تقدم دغري مشروع القانون نحن قبل كجمعيات مدنية كنتوا تفتشوا على الوزارات بدنا نروح نترجى الوزير والنائب وهذا يقلنا ايه وهذا يقلنا لا اليوم عم بيصير عندنا دغري صوت بالحكومة مدعومين يعني إن شاء الله لا لخير لبنان طبعا. أنا مش عم بحكي لأنه سيدة وبدي لك ليش الكوتا لأنه بالعالم كله انجبروا يحطوا كوتا بالعالم الأوروبي بالعالم العربي تا حتى تقدر المرأة تخرق السطح الزجاجي يلي هي محطوطة تحته نعم. هالكوتا يعني أنه قانونيا بتطلب أنه يكون في سيدات موجودات أول شيء بتعطي العادة للرجال والسيدات أنه ينتخبوا سيدة وأنا بفهم اليوم ما عندهم ثقة لأنه أكيد مختبر بروها. بس نهار في قانون بيقولوا فيك تنتخب هالسيده وبينتخبوها وبيشوفوا انه نتيجتها على الارض عم بتكون كثير يعني كثير ايجابيه اكيد بيتشجعوا بعدين يكفوا ينتخبوا سيدات ومن بعد ذلك لانه الكوتا هو تدبير مؤقت فقط نعم. اي من بعدها ما بعد بحاجه انت لكوتا بتصير تنزل السيده والرجل على ذات القدم المنافسه نعم. وهيك صار بالاردن بلد شقيق حطوا الكوتا انتخب 15 سيده على الكوتا لكن الانتخابات اللي بعدها انتخبوا 5 سيدات من برات الكوتا لأنه كان كتير عملهم على الأرض أعجب الشعب وهيك صار عشان هيك نحن عم نطالب بهال بهال صلى عليك ما بدك معك مذيع ولا برنامج فيك تعملي الحلقة وحدك سيدي باتريسيا أنا بتمنى لكم توفيق إن شاء الله غدا لبنان يكون غدا المرأة في لبنان صحيح ويكون في لها مناصب ونقدر نشوف الأفضل ولكن طبعا هون بيبقى نعرف نختار السيدة اللي رح تستلم المنصب أكيد. يعني هون كمان مش إنه ننسى إنه خلص سيدة مش الحال بس إنه أكيد لا سيدة اللي تعرف تستلم المناصب كتير وتكون صاحبة قرار مظبوط أكيد في صحيح أكيد ونحن بندعي الجميع على الندوة أنا صحيح كتير كتير بشدد إنه رجال وسيدات يكونوا نعم. موجودين بهالندوة المفتوحة للجميع ثلاثة ببيت المحامي يعني العدلية ساعة تنتين وفي الموقف مؤمن نعم. ورا بيت مجرد ما تكون هي بتهز العالم بإيدها اليمين وتهز السرير بإيدها الشمال أو العكس يعني خلاص بكفي إنه قدرة تهز كتير قرارات كويسة وتقدم الخدمة الوطنية بشكل ممتاز شكرا لك شكرا لكم بالتوفيق لغدا لبنان شكرا ثانك يو باتريسيا لكن المشاهدين مكملين احنا وياكم بعد بريك ميلاد خليكم معنا لنشوف شو رح نحكي وشو موضوعنا